السلام عليكم. عليكم السلام. انت سني يا احمد صح؟ ايوه سني. يلا اول شيء عندك حديث واحد صحيح ترفع راسك وتقول السني الان، وتقول لك كتاب الله وسنتي بسند صحيح ولا ما في؟ تبقى راسك مطاطئ. تفضل. لا مش هبقى راسي مطاطئ، انا فقط اريد منك توضيح. الان قبل التوضيح، عندك حديث جاوبني، اعلن بابا اعلنوا افلاسكم، ما عندك وسألني. تفضل. انا لست مثقفا في الدين ولا عالم في الدين، بس اجاوبك على السؤال. زين انا ما راح اسالك سؤال المثقف، اسالك سؤال المصلي. انت تصلي جمعه وجماعه بالمسجد؟ هذا سؤال صعب. احسن. كم مره سمعت في هذا امام المسجد يقول كتاب الله وسنتي؟ كم مره؟ لا ادري والله، لا لم اتذكر. لكن انا المشكله يعني مثلا كثير ولا قليل؟ ممكن يكون كثير يكون قليل، لست متأكد. زين كم مره سمعت بهذا المسجد اللي عندكم يقول النبي قال تركت فيكم كتاب الله وعترتي البيت؟ بالله عليك انت مسؤول امام الله، كم مره؟ والله لا ادري سمعتها او لم اسمعها، لم ادري. يعني لا سمعتها مره مرتين ولو مره سمعتها؟ بالله عليك من امام المسجد. انا لو سمعت، لو اتذكر كنت قلت لك اتذكر، لكن لم اتذكر شيئا. والله لم اتذكر. يلا اسال سؤالك. يعني عترتي اهل بيتي يعني قليل. قليل يقول لكم اصلا ما يقولوها لكم. ليش؟ ما يعني انت ما سألت نفسك اخونا احمد شنو السبب انه المساجد النبي بحديث صحيح يقول عترتي اهل بيتي ولم يقولوا هذا الكلام، والحديث الضعيف والغير صحيح والنبي لم يقلوا سنتي يقولونه، شو السبب يعني؟ هذا شلي يعني اذا لم يكن هذا من البغض ايش هو؟ فسر لي. البغض لمن؟ للبيت، لأهل البيت، لعلي وفاطمة. أي نحن كسنيين نحب أهل البيت أكيد، من أولهم إلى آخرهم. أحسنت، أنت تحب أهل البيت صح؟ من أولهم إلى آخرهم. زين شنو، ما الفائدة تحب أهل البيت وتحب معاوية؟ شنو الفائدة؟ معاوية كان في زمان توفاه الله حسابه عند الله. أنا لم لا أحسن. لا أنت تحب ولا أحاسب. تحب أنت شوف الدين. أنا لما سألتك عن أهل البيت، أهل البيت توفاهم الله، ما قلت لي توفاهم الله، قلت لي نحبهم. اسمع قلت لي نحبهم. لما الآن سألتك عن معاوية انقلبت توفاه الله، طب ما علي بن أبي طالب أيضا توفاه الله، ليش هذا قلت أحبه ومعاوية سحبت؟ الآن معاوية تحب؟ لا لم أسحب، أنا فقط أردت أن أوضح لك. يعني نحن الدين ليس متوقفا، الدين الإسلام ليس متوقفا على صحابي أو خليفة أو لا متوقف الدين. متوقف لأن هذا القرآن. أنتم تقولون أنه حب الصحابة، أنا أقول لك أنتم تقولون أنه حب الصحابة في القرآن، فأنت إذا ما تحب الصحابة ترفض القرآن صح؟ ما قال لك نحن نحب صحابة رسول الله. أيوة ليش تحبهم؟ لأن الله مدحهم بالقرآن صح؟ نحبهم لأنهم كانوا صحابة رسول الله، والله مدحهم بالقرآن، مدحهم سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، محمد رسول الله والذين معه، كل ذول الصحابة. زين كلهم أيه. يعني إذن إذا تنكر محبة الصحابة يعني تنكر آيات القرآن صح؟ أنا بقول لك نحب الصحابة، صحابة رسول الله نحبهم، لا نحن لا ننكر القرآن، نحب صحابة النبي. أي. نحب أهل البيت. زين محبة الصحابة دين ماشي، محبة الصحابة دين ولا لا؟ دين؟ أي ليس بدين، الدين الإسلامي هو يعني الله أكبر، يعني محبة الصحابة ليست من الدين؟ لا ليس لعد مين؟ هل الصحابة أتوا بدين؟ بتشريع؟ لا محبة الصحابة هل هي من الدين ولا لا؟ ليس من الدين. لعد شلون الله يقول اتبعوهم بإحسان؟ شلون من الدين والله يقول اتبعوهم بإحسان؟
من يتبعون بإحسان، يعني يتبعون بإحسان ما كما كانوا يعملون مع الرسول، يعني جاهدوا مع الرسول. إيه أنا إذا اسمعني، إذا أتبع الصحابة أنا على الدين الصحيح ولا لا؟ إذا أنا أتبع الصحابة هل أنا على الدين الصحيح؟ أنت أتبع الصحابة لي، أنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما أتبعهم؟ أتبعهم. هل الصحابة أتوا بدين عشان أتبعهم؟ إذا ما نتبع الصحابة، يعني لو أتوا بدين سهري يرسال على بار أنا. عمي أنا الآن أتبع الصحابة ولا أتركهم؟ ليه تتركهم وليه تتبعهم؟ غير أتبعهم، الله قال اتبعوهم الذي اتبعوهم بإحسان. يعني مثلا أسألك، مثلا أقول لك أتبعهم مثلا، يعني هم عملوا أعمال عملوها ممكن نعمل زيها، يعني نعمل زيها، لكن موش دين، ليس بدين. الدين من ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقط، التشريع ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا أو أحسنت سؤالك، أحسنت أخونا أحمد، أحسنت. التشريع هو فقط اللي أتى به النبي. إذن هؤلاء الذين يقولون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هؤلاء كذبة، لأن يقولون اتبعوا سنة الخلفاء. وهل الخلفاء أتوا بسنة من غير سنة النبي؟ أي والله قل لهم. إذن هذا كذب، هذا الحديث. لا ما أعرفش، أنا ما أعرف صحيح في الكذب، الأحاديث صحيحة. أنت ما سامع سامع أنه يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ما سامع؟ سامع الحديث لكن مش عارف صحيح أو ضعيف أو حسن. فين سامع؟ فين سامع؟ فين سامع؟ في مشايخ، في دروس، مسائل كثيرة. شفت إخواني المشايخ والدروس يسمعوهم، وهو ما يدري المسكين، الله يحميه. والله يا اخوان، يا اخوان بس لحظه اخونا احمد، يا اخوان والله هؤلاء مساكين. هو يقول سامعه بالدروس وبالمساجد، الله وكيلك، يسمعوه ما يدري الان. ولذلك انا اقول كتاب الله وسنتي، سمعوه دروس وكذا، سنتي وكذب ما موجود. اذا هذه وظيفه الاعلام الان، يفضح هؤلاء. اي احمد كمل. لا انا فقط اريد منك توضيح. كتاب الله وعطرتي، ان تمسكتم به كتاب الله وعطرتي. على سؤالك نو. كتاب الله هو القران، وعطرتي ماذا اتت اهل البيت، ماذا جاءوا به لنتبعهم عليه. مثلا بمثل اتوا به لنتبعهم كما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما في القران الكريم عندهم، ما احنا بنتبع القرآن. لكن القرآن إذا أردت أن تفهم القرآن، تفهم القرآن لازم تأخذه من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هكذا قال لنا النبي. أنت الآن تتبع القرآن، اسمع، الآن تتبع القرآن؟ زين. إذا بالقرآن إجت آية وأنتم اختلفتم في الآية، شو نسوي؟ مثلا يوم يكشف عن ساق، شلون اختلفنا فيها؟ شو نسوي؟ هذا يقول الله عنده ساق وهذا يقول ما عنده ساق، شو اسوي انا؟ يعني ماذا افعل؟ ليس لم نتعبد الله بآية او بحاجة نتقرب. إيه نتعبد الى الله. اي ما يخالف اتعبد يعني الله بالآية، لكن يعني بس انا اريد افهم، أركب له ساق ولا ما أركب له؟ لأن في جماعة يقولون ساق وتدخل في جهنم، وفي جماعة يقول لا، هو يعني كناية عن الشدة، ومثل كشفة الحرب عن ساقها. الآن اختلفنا، شو نسوي؟ تعارك. ولكن هل الدين، هل لو ما فهمناش، لو ما فهمناش الساق يبقى تعبدنا لله غلط؟ اي طبعا. إذا أنت تقول، يقول لك أنه يجب أن تعرف الله من خلال ما وصف به نفسه، ومن خلال ما وصفه النبي صلى الله عليه وآله. أنتم تقولون أنه الله قال هذا الكلام والنبي قال هذا الكلام، فيقول لك لازم الله عنده أصبع، عنده ساق، يدخل جهنم، رجلة تدخل جهنم، صاعد نازل، شو نسوي؟ يعني نحن اتبع أهل البيت. لا انت مو قلت لي، شوف لا نقفز الموضوع. انت قلت لي
أنا أتبع القرآن. القرآن يقول، القرآن يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مين أولي الأمر؟ هذا يقول علماء، وهذا يقول حكام، وهذا يقول الأمة، وهذا شو أسوي أنا؟ يعني ما كنت قصدي من أفضل يعني أخي الكريم، شوف 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 أخي الكريم، هذا كتاب، في كتاب الآن صدر، كتاب صدر الآن، اسم الكتاب الله يحميك إن شاء الله، أنت إنسان مؤدب. شوف هذا كتاب، كتاب واحد من كتب كثيرة. شوف إخواني هذا كتاب اسمه، أنت ترى الشاشة ترى؟ أيوة برا الشاشة. شو اسم هذا الكتاب اللي وضعنا على الشاشة؟ سأضعه واضحا، لحظة أخواني سأضعه واضحا. مخالفة البيضاني. الآن شوف 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 هذا راح أقرأ مخالفات البيضاوي. أي البيضاوي لمن؟ لمن؟ أحمد عبد القادر حسن القنطاني. أحسن، مخالفات البيضاوي للزمخشري في التفسير. شوفوا إخواني يا أخونا الكريم أحمد، يا باقي الأخوة والأخوات، هذا جزء بسيط مما أملكه، كتاب الآن صدر، وهذا شوف أستاذ، شوف من المؤلف، تقديم الشهري الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ابن معاذ الشهري، أستاذ مشارك بجامعة الملك سعود والمشرف العام، المشرف العام على مركز التفسير، تفسير للدراسات القرآنية. زين، هذا يقول لي إنه مفسر يخالف العقيدة للمفسر الآخر البيضاوي والزمخشري، واثنين متعاركوا على التفسير. أنا شو أسوي أخونا؟ وأنا محاير. يعني أنتم هذا مصنف كامل، إذا أقرأ لك هذا يقول كذا وذاك يقول كذا، والآية تقول كذا وأنا خالفك في العقيدة كذا، وهذا يقول كذا، وإحنا حرنا، ضعنا وياكم ضعنا، الله وكيل، إحنا سنة وضاعين. فالآن أنت لما تقول لي أنا أفهم القرآن، أنتم ما أنتم تفهمون القرآن، ما أنتم سنة، أنت الآن ما أنت سني، لأنه ما عندك كتاب الله وسنتي، ما تعرف القرآن، ما عندكم تفسير للقرآن الكريم اتفقتم عليه، ولا عندكم آية اتفقتم عليه، إيش من دين أنتم؟ الآن راح أسألك سؤال، أسألك سؤال، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مو إحنا كتاب الله وعترتي أهل بيتي؟ مين أهل البيت؟ مين؟ أهل البيت؟ إيه؟ ما قلت لك أهل البيت كل من ينتمي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحبهم بدون استثناء. منهم منهم مثلا عدد لي فد عشرة من أهل البيت اللي هم الله قال عنهم في القرآن الكريم، مين؟ علي، حسن، الحسين، أنا ما حافظش كان يعني علي والحسن والحسين زين أحسن. علي من أهل البيت لأن ابن عم النبي صح؟ صلى الله عليه رضي الله عنه وأرضاه. والعباس عم النبي من أهل البيت؟ هل كان مسلما العباس؟ أي نعم العباس. أي نعم العباس، العباس عم النبي مسلم من أهل البيت. أيه زين، في صحيح مسلم، في صحيح مسلم اثنينهم النبي قال تركت فيكم كتاب الله وعلي والعباس سلام الله على علي. في صحيح مسلم أن العباس يقول له اقضي بيني وبين هذا علي الكاذب الآثم الغادر. شلون النبي يقول تركت فيكم الثقلين كتاب الله وواحد يكذب على الله؟ يا شيخ أنا فقط أريد، يا شيخ أنا فقط، أنا علمي بالدين ليس في مستوى عالي عشان أناقشك في الحديث، أنا فقط أريد منك أن أعرف منك سلكت فيكم كتاب الله وعقتي لكتاب الله والقرآن الكريم، حلال حرام، حلال بين الحرام، حلال في التبريع في كل شيء، عطرتي ماذا عندك نتبعهم عليهم، هل أتونا بدين بعد النبي، هل أتونا بتشريع بعد النبي، هل أتونا بحاجة نتبعهم عليهم؟
هذا فقط اريد ان اعرف يعني انا انا حاليا بتبع ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حرام هذا حلال، اعمل ده ما تعملش ده، ما اتى به النبي هذا تشريع، تشريع دنيوي هذا التشريع. لكن عطرتي اهل البيت نتبعهم نتمسك بهم على ماذا؟ زين فقط اريد ان اعرف. انت انت تقول انه اي شيء من النبي اتبع صح؟ ايوه. طيب تشريع كتشريع كتشريع الحياه الحياه الانسانيه تشريع يعني اذا اذا مش مش تشريع ما تتبع النبي حتتبعهم. اذا اي شيء من النبي تتبعه صح؟ ايوه. زين النبي عندما صدر منه كل شيء هذا كامل يكفي للشريعه ولا ما يكفي؟ لم افهم. النبي النبي لما صدرت منه اقوال ولا افعال هذه كافيه ولا مو كافيه؟ طرح من حمص السؤال. النبي مو ترك لنا سنه صح؟ يعني السنه شنو التشريع؟ السنه هاي التشريع كامله ولا ناقصه؟ كامله. احسنت، السنه كامله. زين اذا السنه كامله ليش النبي عندكم قال تركت فيكم كتاب الله والعتره؟ ليش ما قال كتاب الله والسنه؟ كتاب الله وعترته انا فقط. الشيعة بيقولوا كتاب الله وعترته، السنه بيقولوا كتاب الله وسنته. انا ما نحشك في الحال في لا السنه يقولون السنه يقولون. تعرف واحد اسمه الالباني تعرفه؟ ايوه. هذا زين ولا مش كويس؟ عالي من علماء المسلمين. هو قال كتاب الله وعترتي حديث صحيح. احنا نحن متمسكين بالعترة، نحن نحب بيت. انت الان تقول الشيعة يقولون الالباني شيعي؟ لا انا يعني انا عارف الشيعة اللي بيقول متمسكين. اخونا لان احنا اتباع اهل البيت. انتم ما انتم اتباع اهل البيت، انتم جماعة معاوية، جماعة يزيد، جماعة عبد الله بن عمر. انتم نحن اتباع. لا 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 لا, لا ما انتم جماعة اهل البيت. اذا تحب اهل البيت اذا تحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا 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 ما انت انت من اتباع النبي زين صلى الله عليه وسلم. اللي يؤذي النبي تحبه؟ اللي يؤذي النبي تحبه ولا ما تحبه؟ لا ما بحبه. اللي يؤذي النبي ما تحبه صح؟ لا لا. طيب زين، ابو بكر اذى فاطمه سلام الله عليها، واذيه فاطمه اذيه للرسول، تحب ابو بكر؟ اسمع لم الحديث ده الحديث فيه نقاش، يعني هو لم يؤذي فاطمه رضي الله عنها وارضاها. لم يؤذي فقط. لا ليش زعلت عليه؟ طب ليش خاصمته وزعلت عليه؟ شنو السبب؟ ليش خاصمته وزعلت علي غضبت؟ كانت عاوزه ميراثها، هو لم يديها الميراث، هو اتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هي يعني الان ابو بكر يعتقد ان الزهراء طالبت بمال ليس لها حق. يعني انت الان لما تروح للبنك لم تشو جنسيتك؟ انت من اي دوله؟ من اي دوله احمد؟ احمد من اي دوله؟ أنا كأصل مغربي. مغربي. أحمد أنت رايح للبنك صح؟ بنك. أيوه. لما في بالبنك 10,000 دولار عند هذا الكاشير صح؟ أيوه. تقول له للكاشير، هي فلوس مو تبعك، تقول له أعطيني هاي 10,000 دولار؟ لا، لكن جاوبني على سؤالي، تقول له ولا ما في؟ لا لا ممكن احسن احسن. طيب الزهراء لما راحت لابو بكر البنك وقالت له اريد هاي الارض، يعني فلوس الارض تنباع وفلوس، نفس البنك، معناها الزهراء طالبت العشرة آلاف دولار مال البنك بغير حق. انت تنزه نفسك. شوف اخونا، أنت تنزه نفسك عن المطالبة بمال
هو ليس لك وتوقعون الزهراء في هذا المطب. الله أكبر يا سيدتي، والله كل من يدافع عن أبي بكر فإنه يطعن بالزهراء عليه السلام، لأن يلزم أن الزهراء طالبت بمال حرام ليس لها، ولا أي واحد في بنك الآن أو في أرض أروح أنا أقول له أعطوني هاي الأرض على أساس؟ يقول لك مخبل أنت مجنون، مش إلك، مش إلك. وين الدليل؟ دليل صدقك. فأبو بكر مكذب للزهراء، وهو زهراء ما تطالب، الزهراء تملك سلام الله عليها، أما يقول أجيب الدليل هي تملك. يعني أنا الآن أخواني، أنا الآن عندي المسبحة، يجي واحد الآن حاكمنا يجي يأخذها مني يقول أعطيني دليل أضربه كف، أقول له أنا أملكها، أنت المدعي، هي ملكي الآن. فالزهراء مع وجود الصادق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تملك، وأنتم غصبتم منها، فأنتم أهل الأدلة. فأنت لو تحب الزهراء لو تحب أبا بكر، ما فيها مجاملات، ما في. ولذلك الزهراء عليه السلام أخونا أحمد ماتت وهي واجدة حتى عندكم غاضبة على أبي بكر، شبحها غصة 18 سنة عمرها كلها من أبو بكر. هاي الكلام هذه حقيقة، لكن أنتم شو تسوي؟ لا لا أنتم ده حديث. أنا معك الكلام ده، لكن هي لما راحت تطلب الأرض فدك لم تكن هو قال لها، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها لنفسه. بغض النظر لم يأخذها بنفسي أخونا، لم يأخذها لنفسي، لم يأخذ مع، يعني أنا الآن أنت تقود سيارتك ويومية توصل عيالك للمدرسة، أجي أسرق منك سيارتك وأذبها بالقراج، ما أخذت نفسي وضعتها بقراج، هو هذا حق هذا؟ هل هذا كلام أخونا؟ لا ليس بهذا، ليس ما يا أخ أحمد فكر، أنت إنسان مؤدب، فكر. هذول الشيوخ اللي عندك يعني ما كانوا يتكلمون معكم بصدق. أنا فقط اتصلت بك لأسألك ما عن تبع عطرة بيت الله، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما عن تبعهم على ماذا؟ لم تجبني. اتبعهم على أنهم يفسرون لك القرآن وينقلون لك فعل وأقوال النبي محمد صلى الله عليه وآله، والعترة معناها النبي معاهم، يعني العترة هم متبعون، لأن إذا أردت الحق تأخذ من علي بن أبي طالب عليه السلام، من الحسن، من الحسين، من النبي محمد صلى الله عليه وآله، كلهم واحد. إذا قال الإمام الكاظم معنى النبي قال، فأنت إذا تريد تصير سني حقيقي، سني مش خداع، سني حقيقي، فعليك أن تكون متبع للعترة، لأن العترة هم النبي وأهل بيته. واضح؟ شكرا لك أخونا، بارك الله بك، شكرا على حسن أدبك وأخلاقك. طيب قبل أن أقدم الأخ عمر من الأردن، عندنا معاوية، تفضل يا معاوية. السلام عليكم. عليكم السلام.